الخطوبات الايام دي كتيره، اللهم بارك ويزوجهم يا رب ان شاء الله على خير. الواحد بس بيستغرب ليه كميه المشاعر اللي بنحطها في البوست اللي بنحطه على مواقع التواصل الاجتماعي علشان نعرف الناس ان احنا خطبنا. حبيبي الله يعزك، ليه اكتب 13 سطر مدح في شخص احنا لسه عارفينه من 3 دقايق او 3 ايام؟ ولنفترض يا سيدي كنا عارفين الشخص ده بقالنا فتره مع ان ده اساسا حرام. طب بلاش يا سيدي كنا عارفينه من فتره وبرده حرام، انا كررها تاني خد بالك عشان محدش يفهمني غلط، حرام يعني حرام. بس برضو ما ينفعش نفرغ كل المشاعر اللي كنا محتفظين بيها في فترة الخطوبة. حبيبي الله يرضى عنك، فترة ان احنا نعرف بعض حاجة والخطوبة حاجة والزواج ده حاجة تانية خالص. التصريح بالمشاعر قبل الزواج ما ينفعش ولا يجوز نهائيا. ومن ضمن التصريح ده العريضة اللي بتتكتب على الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي علشان اعرف الناس ان احنا خطبنا. وما تبقاش ظريف كده وتكتب البوست باللغة العربية الفصحى، يعني كده خلاص بقى حلال. وبعدين في سؤال، بس ايه الثقة اللي عندك اللي انت ممكن تكمله مع بعض؟ واحد هيقول لي ما كفاية فقر بقى. يا عم انا مش بفقر والله، انا بس عايز اقول لك يا صاحبي بلاش الثقة اللي انت كاتبها دي كلها، علشان ممكن تكون مجرد انبهار بالبدايات وبعد كده بتتلاشى. المفروض ما نحكمش على حد غير لما نعيش معاه تحت سقف واحد ونشوف كل الطباع والتصرفات في كل المواقف المختلفة اللي هتواجهنا في يوم من الايام. يبقى لازم نلزم الضوابط الشرعية في فترة الخطوبة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يتمم على